السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة الصف الأول متوسط في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. نتناول اليوم الوحدة الثالثة، الدرس الخامس من سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نسبه هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي القريشي، إذن نسبه هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي القريشي، يتصل نسبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جده السادس مرة، إذن يتصل نسب أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جده السادس مرة. ماذا سمي قبل الإسلام؟ سمي قبل الإسلام بالعتيق، لماذا عزيز الطالب؟ لجمال وجهه، وأطلق عليه في الإسلام بالعتيق كذلك، لماذا؟ لكرمه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالعتق من النار. إذن سمي قبل الإسلام بالعتيق وذلك لجمال وجهه، وسمي في الإسلام بالعتيق لأن لكرمه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالعتق من النار. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى مولده ونشأته. أين ولد أبو بكر الصديق؟ ولد بمكة في أي عام؟ بعد عام الفيل بسنتين. كيف كانت نشأته؟ كان منشأه بمكة ولا يخرج منها إلا للتجارة، وكان ذا مال جزيل وصاحب جاه يحبه قومه ويسمعون له، وقد عهد إليه بمهمة الديات، ومهمة صاحبها مهمة الديات مهمة صاحبها السعي لفض مشاكل الدم بين الأسر القريشية وغيرها بالصلح والدية. وقد ثبت عنه بأنه كان في الجاهلية عزوفا عن كل رذيلة. إذن ما الذي عرف عنه في الجاهلية؟ كان عزوفا عن كل رذيلة وبعيدا عن كل إثم، وقد كان صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. إذن هل كانت معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أو في الإسلام؟ كلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه قبل البعثة لما عرف عنه من أخلاق كريمة وصفات سامية، لما عرف عنه من أخلاق كريمة وصفات سامية. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى إسلامه وجهاده. متى أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ إسلامه وجهاده. أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان من أوائل الرجال تصديقاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان من أوائل الرجال الذين آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منذ إسلامه لازم النبي كل الملازمة، وصحبه منذ إسلامه حتى وفاته إلا فيما أذن له في الخروج فيه من حج وجهاد. إذن كان ملازما ومصاحبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من أحيانه إلا فيما أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج فيه من حج وجهاد. شهد معه مشاهد كلها وهاجر معه. إذن شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها وهاجر معه، وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله وهو رفيقه في الغار. إذن كان أبو بكر الصديق رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وخرج ودخل في الغار، فكان صاحبه أبو بكر الصديق معه في الغار. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
إذن نص القرآن الكريم على حادثة الغار. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وفي معركة تبوك تبرع بماله كله. إذن أحد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في معركة تبوك ما هو موقف أبو بكر؟ تبرع بماله كله ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ ما الذي أبقيت لأهلك؟ فقال له: أبقيت لهم الله ورسوله، وقد أسلم على يده عدد من الأولين السابقين. إذن كان له موقف مشرف وعظيم في معركة تبوك عندما تبرع بجميع ماله ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال لهم: أبقيت لهم الله ورسوله. أسلم على يديه عدد من الأولين السابقين، منهم عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، وغيرهما كثير. اشترى عددا من الأرقاء إنقاذا لهم من العذاب، وأعتقهم أمثال بلال الحبشي وغيره. إذن كان أبو بكر الصديق ذا مال وذا جاه، فكان يشتري الرقيق أو العبيد فيعتقهم في سبيل الله، ومن هؤلاء كان بلال الحبشي وغيره. وعندما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال أبو بكر عندما وثق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: والله لئن كان قد قاله لقد صدق، ومن يومها دعوه بالصديق. إذن عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كذبوه قومه وكذبه قريش، فكان أول من صدق بهذه الحادثة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقال: والله لئن كان قد قاله لقد صدق، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد صدق في هذا القول، ومن يومها كان يسمى أو يدعى به الصديق. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى خلافته. خلافته، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج أبو بكر إلى الناس وهم بين مصدق ومكذب، ووقف بجانب المنبر وقال. إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم الذي فيه حزن المسلمون حزنا شديدا، وانقسموا إلى فريقين، منهم من صدق الخبر ومنهم من لم يصدق الخبر لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كانوا لا يفكرون باليوم الذي سوف يفارقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحبهم ولتعلقهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لي أبو بكر الصديق موقف عظيم في هذا اليوم، فوقف بجانب المنبر وقال للناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن قال لهم القول المأثورة:
أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وعندما سمع المسلمون هذا عادوا إلى رشدهم واستسلموا لقضاء الله وقدره. بويع أبو بكر الصديق لخلافة المسلمين وولي أمرهم، ولقد سعى إلى نشر الإسلام بما سيره نحو العراق والشام من الجيوش التي استطاعت تحرير العراق والشام. نشر الدعوة الإسلامية، فكان يعني يحرك الجيوش لتحرير بلاد المسلمين. من أعماله الجليلة أنه وافق على جمع القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يكن مجموع، فقد كان مكتوب على الأوراق وعلى يعني أوراق النخيل وغيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن، لكن وافق أبو بكر الصديق على جمع القرآن الكريم بمشورة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مأثوراته أو مأثورات من خلافته: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد تنازل عن قطعة أرض كان يملكها لبيت المال مقابل أخذه من راتب في خلافته. ثانيا، خرج أبو بكر ماشيا مودعا الجيش وأسامة راكبا، وحينما طلب إليه أسامة الركوب قال: ما علي إذا غبرت قدماي في سبيل الله. ثالثا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وفاته: توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سنة 13، ودفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. دامت خلافته 2 و3 أشهر، أسس فيها الدولة وحمى العقيدة. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.